shele wana usagaza Rihundu uye mkinaza maalumu ya endo mangaza Vanuntu mfumiza hasanatie usagaza Doda uwa raweshe ya maalumu ule kinaza Nila mazane hakweli tena hakweli Mhunde marina wana nane aema Ejazinu mlimafa wana wamle mafa Yenazike na dinasi nazika yena dinasi وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
واسمه شيبة الحمد حملت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء العليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فهما حما ابن بلال واسمه حكيم بن مرة مكعب بن لوي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب الأتون القرشية فوقه كناني كما جنى إليه الكثير وارتضى اللهم صل وسلم عليه ترك السفاح فلم يصبه معره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدا نوره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عبد الله ما كبره الكريم وعرف الشديد بالصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما أراد الله تعالى إبراز حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم يروا جسما وروحا بصورته اللهم صل وسلم وله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية صلى الله عليه وسلم وأسعى القريب المجيب بأن تكون أما للمستعان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. في السماوات والارض بحمدها لانواره الذاتيه. صلى الله عليه وسلم. كل صب لهبوب نسيم شبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الارض بعد طول جدبها من انعدت هلالا سندسيا. صلى الله عليه وسلم. عينات الثمار وادنى الشجر للجاني. اللهم صل وسلم عليه. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفسوى إلى لسن العربية صلى الله عليه. أبت لا سرات ولا أسنام ولا الوجوه والأفواه. اللهم صل وسلم عليه. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوافها البحرية صلى الله عليه. حست العوالم من السرور كأسى حمية. اللهم صل وسلم عليه. أبشرت الجن بإذلال زمنه وأعطيكت الكهانة وربت الرهبانية صلى الله عليه. جاب خبره كل حبر خبير وفيه لأوسنه اللهم صل وسلم عليه. أوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيفك
سيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وسلم. سمي ذا ولاتي محمدا لأنه ستحمد قباه. أطر اللهم كبره الكريم بعرف شديد صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشكوى اللهم صل وسلم عليه تم بحمده على الرجه تسعة أشهر قمرية صلى الله عليه للزمان أن ينجلي عنه صلاة اللهم صل وسلم عليه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحريرة القدسية صلى الله عليه محاد فولدته صلى الله عليه وسلم نورية لا له يا محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أهل سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل غصن فما رأينا قط يا وجه سروري أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وهادي أنت مصباح سجودي يا حبيبي أو لما أصابه وعراه اللهم
اللهم صل وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق مهيا اللهم صل وغابت بهيرة سابت مكانة بين همغان وخم من البلاد العجمية صلى الله عليه جفت بكف واقف موجها الثجج ينادواتي كمية اللهم صل وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلت وبرية صلى الله عليه لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية صلى الله عليه والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى فلان واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مرويا والراج والنهى قبيل فجر يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الاول من عام الفيل الذي صده الله علي العلي وعما اللهم كبره الكريم وكان صلى الله عليه وسلم ابوت اليها من المدينه بسلة وكسوة هي بها هرية إلى أن أراده إلى أن أراده كلها رائد المنون الوريها قيل على الدين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة المندة وهكا فتاة حليمة سعدية وكانت كل من القوم ثدياها لفقرها وأبا وسبع شها بعد المهل قبل العشية ورد ثدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخا فأصبحت بعد المسال والفقر غنية صلى الله عليه الشارف لديها وشيا وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية صلى الله عليه يصعد برد عيشها الهني ووشا عطر اللهم كبره الكريم بعرف شليم بالصلاة وتسليم وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا لا ذات مثل وكان صلى الله عليه وسلم يشب اليوم في يوم شباب شبي في شهر بعناية ربانية وكان على قدمي في ثلاث ومشى في خمس وقوية في تسع من الشهور بفشوه النتك كوا شمس الملكة لصدره الشريف لديها واخرجا منه علقة دموية وزانا منه هز الشيطان وبالسلج وسلام ورأينا حكمة ومعاني إيمانية وخاطاه بخاتم النبوة ختما وزناه فرج بألف من أمته أمة خيرية ورجى صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال سبا ثم ردته صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير سخية من أن يصاب بمصاب حادث تخشى اللهم صل وسلم قالت علي هليمة في أيام خديجة السيدة الوقية صلى الله عليه وداها من حبائه الوافر بهبا اللهم صل وسلم وقدم عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية صلى الله عليه وسلم بسط لها من ردائه الشريف بساط بره ولدا اللهم صل وسلم ولا أسلمت مع زوجها والبنين وذرية فجعلتهما في الصحابة جم من ثقات اللهم كبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم
وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نده ويركب ثوبه ويحسن شرطه ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية للفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يكل فقيرا ندكه الفقر وعشوى اللهم صل وسلم يقبل المعذرة ولا يقابل أهدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ويحب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه يمشي خلف أصحابه ويأكل حل ظهره للملائكة الروحانية البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدا عصب على بطنه الهجر من الجوع وكان يؤتي مفاتيح الحزائن الأرضية وعرضه الجبال بأن تكون له ذهبا فأبا وكان صلى الله عليه وسلم يكل اللغوة ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية يؤلف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا هكا يحبه الله تعالى ويرضى اللهم صل وسلم وهاهنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في حلبة البيانية صلى الله يا الله